بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم باسمك نبتدي وبهديك نهتدي وبك يا معين نسترشد ونستعين. نسألك أن تكحل بنور الحق بصائرنا وأن تجعل إلى رضاك مصائرنا. نحمدك أن ثبتت في خدمة دينك أقدامنا، ونسألك أن تثبت على الصراط أفئدتنا وقلوبنا. ثم أما بعد، معشر العلماء والأساتذة الأكارم، يطيب لي أن أترأس هذه الجلسة المسائية في هذا الملتقى العلمي العامر حول جهود علماء العراق في العصر الحاضر من ناحية العلمية والفكرية. جلستنا الثانية بعنوان الحديث النبوي وعلوم السنة والفقه والأصول. يجلس معي ثلة من الأساتذة، رؤست عليهم أو وليت عليهم، ولست بأحسنهم ولا أفضلهم، فنسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا وأن يكشف الهم والغم عن أمة المسلمين. فعندنا تقريبا خمس أو ست مداخلات، أقسم الوقت فيها أو على أصحابها بالتساوي بإذن الله عز وجل، ولكل متدخل أو متداخل 10 دقائق. نبدأ بليبيا الحبيبة، ليبيا الشقيقة، مع الدكتور عبد السلام الهادي الأزهري من الجامعة الأسمرية بليبيا، وعنوان مداخلته جهود العلامة محمود شكري الألوسي في علوم الحديث من خلال كتابه عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر، فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يفتح عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبعد، فأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة التنظيم لهذا المؤتمر متمثلة في هيئة علماء المسلمين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتنظيم هذا المؤتمر الذي أشارك فيه بورقة علمية بعنوان جهود العلامة محمود شكري الألوسي في علوم الحديث من خلال كتابه عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر. فانطلاقا من محبة العلم وأهله والمساهمة في بيان جهود علماء الأمة الإسلامية من خلال الفعاليات العلمية، والتي من ضمنها المؤتمر العلمي الثالث الحركتان الفكرية والعلمية في العراق في العصر الحديث، وقع اختياري على دراسة جهود العلامة الألوسي رحمه الله تعالى، والتي تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بعلماء الأمة الإسلامية وبيان مكانتهم العلمية ومن بينهم علماء العراق، كذلك إبراز الجهود الحديثية للعلامة الألوسي رحمه الله والاستفادة منها، كذلك الوقوف على الإضافات التي أبرزها العلامة الألوسي رحمه الله تعالى. قسمت البحث إلى مبحثين، في كل مبحث مطلبان. المبحث الأول التعريف بالعلامة الألوسي وكتابه. لا بد لمن يتصدى لدراسة كتاب عالم من العلماء أن يعرف به وبكتابه ليكون معلوما لدى القارئين. وفي هذا المبحث أتناول التعريف بالعلامة الألوسي وكتابه عقد الدرر من خلال المطلبين التاليين. المطلب الأول التعريف بالعلامة محمود شكري الألوسي. هو محمود شكري المكنى بأبي المعالي ابن السيد عبد الله بهاء الدين ابن أبي الثناء السيد محمود شهاب الدين الألوسي المفسر، وينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، ونسبته إلى ألوس وهي بلدة على الفرات قرب عانات والحديثة. ولد صباح يوم السبت عام 1857 للميلاد في رصافة بغداد، ولما بلغ من العمر 8 سنين ختم القرآن الكريم، وشرع في قراءة بعض الرسائل، وقرأ طرفا من العربية على والده، ثم أناخ مطايا التحصيل على الشيخ الفاضل إسماعيل الموصلي رحمه الله تعالى، وكانت له مجالس في مساجد بغداد للوعظ والإرشاد، وخصوصا في جامع الإمام الأعظم الواقع في الأعظمية، حيث استمر إماما وخطيبا في جامع أبي حنيفة لمدة 40 عاما. وكان الشيخ محمود وابن عمه الشيخ علي الألوسي من رواد مجلس بيت الشيخلي. شيوخه للعلامة الألوسي رحمه الله عدة شيوخ، أذكر أهمهم عبد الله بهاء الدين الألوسي، والده أبو البركات نعمان خير الدين إسماعيل بن مصطفى الموصري. مؤلفاته، قد وفقه الله تعالى لتأليف عدة كتب ما بين مطبوع ومخطوط تربو عن 50، وهي موجودة طبعا لاختصار. المطلب الثاني التعريف بالكتاب عقد الدرر. عنوان الكتاب عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر،
وهو شرح على المختصر من نخبة الفكر لعبد الوهاب بن أبي البركات الشافعي الأحمدي، كان حياً عام 1736 للميلاد. والمختصر هذا هو مختصر لنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وقد درج العلامة على أسلوب أهل الحديث في شرحهم، فبسط كثيراً من المسائل على وجه الإيجاز مع ذكر الشواهد والأمثلة، كما قام بإضافة مباحث تعريفية لعلم الحديث كالتعريف بمقدمات علم الحديث والتعريف بمراحل التصنيف في الحديث، كذلك أدوار طالب علم الحديث. المبحث الثاني منهجه في عرض المسائل الحديثية. لكل مؤلف منهجه في التصنيف، يبرز فيه ما تناوله في كتابه، وفي المطالب التالية أعرض أهم ما تناوله المصنف من قضايا ومسائل. المطلب الأول: الحكم على الأحاديث. يعد كتاب عقد الدرر من كتب مصطلح الحديث التي تحتوي على أمثلة وشواهد يؤتى بها لتوضيح وتقريب المسائل، وتشكل الأحاديث النبوية نسبة كبيرة من هذه الأمثلة موزعة على مختلف متون الحديث، فمنها الصحيح ومنها الضعيف. وفيما يلي أعرض منهجيته في حكمه على الأحاديث. أولا: أحاديث الصحيحين أي البخاري ومسلم. عند تناول المصنف لأحاديث الصحيحين يكتفي بعزوها إلى مصادرها كونها متفق على صحتها، وهذا منهج أهل الحديث. ثانيا: الأحاديث في غير الصحيحين. وإذا كانت الأحاديث المستشهد بها في غير الصحيحين، فإن المصنف رحمه الله تعالى أحيانا يصرح بالحكم على الأحاديث وأحيانا لا يصرح. فمن الأمثلة على الأحاديث التي ذكرها وحكم عليها حديث آل محمد كل تقي قال: لكن سنده ضعيف. وهناك عدة أحاديث لم يصرح بالحكم عليها، كحديث كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. وقد يكون طبعا هذا الحديث ضعيف اكتفاء بضعفه، جمهور العلماء على ضعفه. المطلب الثاني: مصادره وتوظيفه للعلوم الأخرى. إن كثرة مصادر المصنف وسعة اطلاعه دليل على غزارة علمه، فالذي يريد التصنيف في أي علم ما لا بد له من البحث والتفتيش على الدراسات السابقة في الموضوع الذي يدرسه. والمصنف رحمه الله تعالى قد أثر هذا السفر بكثرة المصادر وتنوعها. وفيما يلي أعرض أهم أنواع هذه المصادر. أولا: كتب أصول الفقه. يقول المصنف في أثناء كلامه عن الحديث المتواتر: وذهب قوم إلى أن للتواتر عددا معينا لا يحصل العلم بأقل منه، والقائلون بذلك اختلفوا في ذلك واضطربوا، فقيل أقله 10، وإليه ذهب صاحب القواطع. قلت: يقصد بذلك كتاب قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني. وقال في موضع آخر: وفسر ذلك إمام الحرمين في البرهان. البرهان طبعا إمام الحرمين في أصول الفقه. ثانيا: كتب الحديث، حيث قال في مسألة رفع اليدين في الصلاة: وقد أفرده البخاري بالتصنيف، وهو جزء مطبوع تناول فيه المصنف أي البخاري رحمه الله مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. ثالثا: كتب اللغة. أثناء شرح المصنف لمسألة التواتر أيضا التي أحد شروطها الجمع، قال: والمراد بالجمع ما زاد على الأربعة، وسائر هنا بمعنى جميع، وقد أنكر قوم إطلاقه عليه كالحريري في الدرة. وفي موضع آخر قال: وفي القاموس الخف بالكسر الخفيفة والجماعة القليلة. ويمكن تلخيص هذه المصادر فيما يلي: درة الغواص في أوهام الخواص للحريري، شرح سقط الزند لابن السيد البطليوسي، القاموس المحيط للفيروز أبادي، وغيرها من المصادر. المبحث الثالث: منهجه النقدي في الكتاب. إن المتتبع للمصنفين الذين يشرحون كتب غيرهم أو يختصرونها، تجدهم يوظفون المناهج العلمية التي تخدم عملهم العلمي. ومن ضمن هذه المناهج المنهج النقدي، حيث نرى المصنف أثناء عرضه الأقوال يستوقفه ما يراه موضع النقد، فهو يرى أنه لا بد من إبداء رأيه. وفي المطالب التالية أعرض أهم المسائل التي تناولها المصنف بالنقد. المطلب الأول: تعقبه على من سبقه. أثناء عرض المصنف لمسألة الحديث المشهور قال: وقد اضطرب كلام الحافظ في شرحه، الحافظ ابن حجر في شرحه في هذا المقام، فصرح أولا أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا إلى آخر كلامه. المطلب الثاني: إبداء المناسبة في عرض المسائل وإعراض عن التطويل.
فأحيانا نرى العلامة الألوسي رحمه الله يعرض عن التطويل أثناء الشرح تخفيفا على القارئ. ومن الأمثلة على ذلك قوله: ومما يدل على رفع الحديث قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي من السنة كذا محمول على الرفع. ثم قال: والتفصيل في الأصول الفقهية. المثال الثاني قال: ولعلو الإسناد أقسام أخرى تطلب من المطولات. ثانيا: إبداؤه المناسبة في عرض المسائل. في أثناء شرحه لمسألة الحديث المقلوب أبدى تصرف مؤلف المختصر للمناسبة بين أنواع القلب قائلا: وإنما قدم المصنف القلب في السند على الذي في المتن لأنه بصدد بيان الضعن في الراوي. الخاتمة والنتائج: فبعد هذه الرحلة الماتعة في ظلال هذا البحث توصلت إلى نتائج وتوصيات جاءت عن النحو التالي. أول النتائج: يعد العلامة محمود شكر الألوسي رحمه الله من علماء العراق البارزين الذين لهم الأثر البالغ في الحركة العلمية. العلامة الألوسي صاحب ملكة في العلم واطلاع واسع، تبين ذلك من خلال تنوع مصادره وتوظيفه للعلوم الأخرى في عرض المسائل. العلامة الألوسي رحمه الله منهج نقدي مستند على أدلة واضحة. العرض المبسط مع الإعراض عن التطويل سمة واضحة لدى العلامة الألوسي. ثانيا: التوصيات: دراسة بقية مصنفات العلامة الألوسي وإبرازها المكتبات، عقد المزيد من الملتقيات العلمية للتعريف بمثل هؤلاء العلماء. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لفضيلة الدكتور عبد السلام الهادي الأزهري على هذه المداخلة الطيبة الكريمة التي تنم على أن هذه الأمة أمة واحدة يجمعها الإسلام ويوحدها دين الله عز وجل بين الغرب والشرق. وما هذا المؤتمر إلا دليل على هذه اللحمة، على هذا المؤمن الذي هو كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فأشكر لفضيلته على هذه المداخلة الكريمة الطيبة، لأحيل الكلمة بعد ذلك لفضيلة الدكتور كامران أورحمان مجيد، رئيس قسم أصول الدين بكلية العلوم الإسلامية جامعة السليمانية بالعراق. وقد أخبرني أن معنى اسمه في اللغة العربية هو سعيد، فنسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياه في الدنيا والآخرة، وله من الوقت مثل ما لأخينا الدكتور الذي سبقه، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرم الإنسان وعلمه النطق والبيان، والذي رفع شأن العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. عنوان المؤتمر: الحركتان العلمية والفكرية في العراق وفي العصر الحديث. وعنوان بحثي: الجهود الأصولية للشيخ العلامة عبد الكريم الدبان من خلال كتابه الشرح الجديد لجمع الجوامع من باب التعادل والتراجيح نموذجا ومثالا. يتكون البحث أيها الأحبة من عدة مباحث، وأما حجمه فقد وصل إلى 30 صفحة. درست خلاله ما له صلة بالموضوع وما تطرق إليه الشيخ من باب التعادل والتراجيح. وبطبيعة الحال وفي أكثر المؤتمرات العلمية يلقي الباحث نبذة مختصرة موجزة معصرة من بحثه، وسأبذل جهودي إن شاء الله نحو هذا الهدف. ذكرت في مقدمة بحثي أسباب اختيار الموضوع ومشاكل البحث وأهداف البحث والمنهج المتبع وما إلى ذلك. ومن ثم أتيت بتمهيد فأوردت فيه كلمات وأسطر عن حياة الشيخ رحمه الله. فاسمه هو عبد الكريم بن حمادي الدبان التكريتي البغدادي، يعود نسبه إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، والذي نسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولادته ولد شيخنا الجليل في مدينة التكريت في عام 1910، وتعلم القرآن منذ صغره، ثم استمر على طلب العلم
إلى أن حصل على الإجازتين العلميتين. أما الأولى فقد أجازه الشيخ عبد الوهاب البدري السامرائي، وذلك في سنة 1934. وأما الثانية فقد أجازه الشيخ داود التكريتي، وذلك في سنة 1935، يعني بعد السنة من الإجازة الأولى. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الشيخ كان حريصا على طلب العلم. وأما ثناء العلماء على الشيخ فقد ذكر العلماء وعبروا عن مكانة الشيخ العلمية بعبارات دقيقة ودقيقة معبرة عن الإجلال والإكرام له. وفاته، توفي شيخنا رحمه الله في سنة 1993، ودفن في مقبرة الجيلانية بعبد القادر الجيلاني. قال شيخنا المدرس: أشهد بالله بعد وفاته، أشهد بالله ما ترك بعده مثله ولا يوجد له نظير. كما قلت قسمت البحث إلى مباحث، فالمبحث الأول تكلمت عن الجهود العلمية للشيخ الدبان ومنهجه في الشرح الجديد. هذا الشرح الجديد طبعا هو كتاب شرح فيه كتاب ابن السبكي جمع الجوامع، كتاب معروف في أصول الفقه. توفي ابن السبكي في سنة 771، وقد شرح عليه العلماء شروحا كثيرة وعليه حواشي كثيرة، وأتى الشيخ بشرح وجيز على هذا الكتاب. كلنا نعرف أن لعلماء الأمة الإسلامية أدوارا مختلفة في كل عصر، فكان لهم مساهمات محمودة في زوايا الحياة المتباينة، وأنهم كانوا شخصيات في شخصية واحدة، وذلك لإحساسهم بالمسؤولية وحرصهم على مصالح العباد والبلاد، وهذا أمر نابع من تعاليم دينهم. فكان للشيخ جهودا اجتماعيا وجهودا علمية. ومن الجهود العلمية للشيخ الدبان التدريس، حيث قضى أكثر حياته بممارسة التدريس، فلم يتركه إلى آخر حياته. وحصاد تدريسه عبارة عن 55 عاما، أي أكثر من ثلثي عمره قضى في التدريس، حيث كان عمره عند وفاته 73 سنة. ومن هذا 55 سنة قضاه في التدريس. وأما النقطة الثانية الإفتاء، كان له باع طويل في الفتوى، وقد نشر بعض فتاويه في مجلد التربية الإسلامية. التأليف، مع كثرة أعمال الشيخ واهتمامه بمجال الاجتماعيات وحل النزاع ومشاكل الناس، ومع ذلك ألف أكثر من 17 كتابا. وكذلك الذين درسوا حياة الشيخ وجهوده العلمية، الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الأنيس، وكذلك أنيس عفوا، الدكتور غانم الدوري قدم بحثا بعنوان الفكر المنهجي في مؤلفات الشيخ، وكذلك الدكتور رواح حسين حقق رسالة الشيخ لشيخه الشيخ أحمد، والدكتور صلاح عبيدي حقق كتاب هذا الكتاب الشرح الجديد لجمع الجوامع. وأما جهوده في الشرح الجديد ومنهجه، بين الشيخ سبب قيامه بكتابة هذا الشرح أو بشرح هذا الكتاب شرح جمع الجوامع، أنه يرى بعض عبارات الكتاب وجمله فيها صعوبة لعصره، فبذل الشيخ جهوده لتسهيل هذه العبارات والجمل، وكذلك طلب بعض الناس منه أن يقوم بشرح الكتاب. وأما منهجه أثناء الشرح، سلك الشيخ في الشرح مسلكا متميزا وميسرا، وذلك بالتركيز على الاختصار المفيد، وحاول تجريد كتابه عن الجدل والاختلافات التي لا طائل تحتها. ثالثا، جعل المتن بين القوسين وناقش المتن والشرح المحلي معا أحيانا. رابعا، أقر الشيخ بأن كتابه بحاجة إلى المراجعة والتدقيق، وهذا من تواضعه، فيقول:
أشعر بأن بعض ما كتبته يحتاج إلى تدقيق أكثر. خامسا، من مزايا منهجه الاهتمام بالنصوص للاستدلال والتمثيل بها، وهذه ميزة للشيخ رحمه الله. سادسا، يرى الناظر في شرح قلة التعليقات، ويرجع هذا إلى ما ذكره في المقدمة رحمه الله تجنبا من الإطالة المؤدية إلى الملل. سابعا، مجانبته التعصب والتقليد لأحد لا لمذهب ولا لاتجاه، وكذلك أدبه مع العلماء وإجلاله لهم، فلا تجد في الشرح جملة غير مناسبة تجاه عالم أو مذهب مهما لم يعجبه. ثامنا، الأمانة العلمية. تدخل الأمانة العلمية في النقل في إطار حسن الخلق، والمسلم طبعا أولى بها، والشيخ التزم بهذه المزية فيضيف الأقوال إلى قائليها بكثرة. تاسعا، الموضوعية، وهي عبارة عن التركيز في موضوع البحث وعدم الخروج عنه، والشيخ التزم بالمنهجية. المبحث الثاني، التعادل بين الأدلة والأمارات. طبعا هذا يعتبر من صلب البحث، والكلام فيه حقيقة كلام طويل، ولكن أختصر في نقطتين. أما النقطة الأولى، ذكر الشيخ أن ابن السبكي رحمه الله امتنع عن وجود التعارض بين الأدلة وكذلك بين الأمارات، وتابعه الشيخ في الأدلة وخالفه ظاهرا في الأمارات، ولكن بعد التأمل والتتبع والاستقراء يتبين أن الذي نفاه ابن السبكي هو الذي نفاه الشيخ، وأن الذي نفاه الشيخ نفاه الذي نفاه ابن السبكي كذلك نفاه الشيخ. فابن السبكي نفى أن يكون هناك تعارض واقعي، وأما التعارض الذهني والنظري فأقره ابن السبكي وكذلك أقره الشيخ. وفي التعارض بين الأمارات نفاه ابن السبكي، ولكن الشيخ قال والجمهور يقولون بجواز ذلك، لكن هذا الجواز أيضا جواز النظري وليس جواز في الوقوعي، بدليل أن الشيخ مع أنه يقول أن الجمهور بخلاف ما ذكره ابن السبكي يعود رأسا مباشرة ويقول فإن وقع في ذهن المجتهد، يعني معناه أن التعارض تعارض نظري وعقلي وليس تعارض في الواقع. طبعا المختصر اللي بين يدي عبارة عن 8 صفحات، ويبدو ما أقدر أكمل إن شاء الله. أروح على التوصيات إن شاء الله، على الخاتمة بإذن الله. الشرح له محاسن كثيرة، ومن محاسنه أنه وضح كثيرا من عبارات الكتاب الجمع الجامع، وقدمها بأسلوب راق لطيف واضح، ألفاظ سهلة وسلسة، وتتجلى هذه الحقيقة عند مقارنة الشرح بغيره، فتجد أنه أهون وأسهل بكثير. ولو توسع الشيخ قليلا وأتى بأمثلة تطبيقية لبعض مسائل الكتاب لكان من أرقى الشروح في هذا العصر، لأن من أسباب صعوبة الكتاب كما تفضل به الشيخ في بداية كتابه أو شرحه هو عدم وجود أمثلة توضح المقاصد والمسائل. ثانيا، يظهر في الشرح تواضع الشيخ، حيث يقول في بداية شرحه أشعر بأن بعض ما كتبت يحتاج إلى تدقيق ومراجعة. ثالثا، كان الأولى للشيخ أن يسمى شرحه الوجيز أو الميسر دون الجديد، لأن المتبادرة إلى الذهن من لفظة الجديد أن الإنسان يتصور سيسمع ما لا يسمعه من قبل. رابعا، أورد الشيخ عبارات وألفاظ كثيرة وأدخلها في المتن وبين الأقواس اللي ذكره في البداية، خصوصا من شرح المحلي جلال الدين المحلي، وكذلك بل توضيحات من قبل الشيخ وأدخلها في ضمن المتن وليس هذه الأمور في صلب المتن، مع عدم الإشارة إلى هذا لا في بداية الشرح ولا أثناء الإدراج. وبذلك خرج من قوله رحمه الله
وقد جعلت الأصل أي المتن بين خطين أفقيين. خامسا، تعليقات الشيخ وتوضيحاته واعتراضاته ليست كثيرة، وذلك لأنه لم يرد شرحا مطولا بل أراد شرحا مبسطا وجيزا، ولكونه شارحا وليس مؤلفا كما هو قال في البداية. سادسا، عنوان الباب هكذا عند ابن السبكي، الكتاب السادس في التعادل والتراجيح بين الأدلة عند تعارضها، فحذف الشيخ المقطع الثاني أي بين الأدلة دون ذكر لها. سابعا، هناك زلات قلم في بعض المسائل، فعلى سبيل المثال كتب شيخنا الجليل الله يرحمه في سنة وفاة البصري أبو حسين البصري أنه توفي في سنة 463، بينما توفي صاحب المعتمد أبو الحسين البصري في سنة 463. ثامنا، عند كلام المصنف يقول: ونضرع إليك في منع الموانع، قال الشيخ وأشار بمنع الموانع إلى كتاب له بهذا الاسم، لكن هذا غير متصور، لأن الكتاب المذكور إنما ألفه ابن السبكي بعد جمع الجوامع لفترة زمنية طويلة، بعدما انتشر جمع الجوامع بين الناس وسجلوا اعتراضاتهم عليه، فبعد هذه كلها قام ابن السبكي بتأليف منع الموانع للإجابة وللرد على الاعتراضات اللي ذكروها. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن العفو سيدي، أنا الذي حقه أن يعتذر لكم، لأن هذا علم ونحن نتعلم في هذه المجالس ونتأدب فيها، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأدب وحسن أنا والله كثيرا سعدت بمداخلتك، ولكن حتى لا أكون ظالما ولا أسمى ظالما في منح الوقت أو تقسيمه على الأساتذة الأكارم، فترى رئيس الجلسة دائما مسلط عليه سيف الوقت. دون إطالة، أحيل الكلمة إلى فضيلة أستاذنا الدكتور حسن يشو من المغرب، وعلى فكرة لا يبعد عن مدينتي إلا 40 كيلومتر، ولكن لا ألتقي به إلا في عمان أو في الدوحة، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وأن يجمع قلوبنا وأن يجمع هذه الأمة على الخير والسواء. فهو أستاذ محاضر في كلية الشريعة بجامعة قطر، محاضرته بعنوان الشيخ عبد الملك السعدي مسيرة حياة علمية حافلة، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فأبدأ من حيث انتهى أخي العزيز وجاري الكريم، حيث إن من مقاصد هذا المؤتمر الائتلاف. نحن نتحدث كثيرا عن الاختلاف وأصوله وقواعده وآدابه، لكنه يظل علما لا نحط عنده رحالنا، بل يفضي إلى فقه الائتلاف، لأن الأصل أن نتعارف والأصل أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويمكن أن نطعم هذه المقولة من أجل فقه الائتلاف، أن نقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ونتفاهم ونتحاور فيما اختلفنا فيه، لأننا ما خلقنا من أجل أن نختلف فقط، وإنما من أجل أن نأتلف. وقد ذكر شيئا من هذا ابن السيد البطليوسي في كتابه الإنصاف في بيان أسباب الخلاف. قلت: لو لم يكن من فوائد هذا المؤتمر إلا أن تجتمع هذه الوجوه النيرة من مختلف الأصقاع والأقاليم والقارات لكان كافيا، إلا هذه
يعني الحسنة في ميزان حسنات المنظمين والراعين. موضوعي لا يخرج عن نطاق الموضوعات التي طرحت، بحيث إنها تتعرض لموضوع العلم والعلماء، وأنتم تعلمون أن موضوع العلم هو موضوع حياة وموضوع مصيري. ليس عبثاً أن تكون أول آية تقرع سمع النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، أن تصل الأرض بالسماء انطلاقاً من هذه الآية اقرأ، فمعناه إيذان بأهمية وقيمة العلم عندنا نحن أمة القرآن. وشيخنا مد الله في عمره يوسف القرضاوي من كلماته المنيفة: عار على أمة اقرأ ألا تقرأ، وعار على أمة سورة الحديد ألا تتقن صناعة الحديد. والعجيب أيها السادة العلماء أن الله جل جلاله في سياق هذا النص يقول اقرأ وربك الأكرم. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، كما في البخاري. كان يمكن أن يوصف الله، أن يصف نفسه بأي صفة؟ اقرأ وربك العزيز الجبار المتكبر، لكنه وصف نفسه بالأكرم. احنا عندنا هاجس المقاصد ولطائف القرآن وأسرار هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اقرأ وربك الأكرم، لا شك أن الذي يدمن القراءة والحرف سينال حظه من هذه الكرامة. كريم إذن أنت طالما أنك تدمن الحرف وتقرأ. المثال فنلندي: اقرأ حتى وإن كنت تغرق. نحن القراءة عندنا مفتاح العلم. حول اقرأ كان هذا اللقاء الكريم. نحن نعتني بعلمائنا كما أسلفت. قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ: من ورخ عالما فكأنما أحياه. نحن نحيي من درس من تراث الأمة، ونعيد قراءة هذه الكتب التي خرجت قيادات قوية وعظيمة، لا الملازم الموجودة في كثير من المؤسسات العلمية اللي خرجت يعني قيادات فاشلة. هؤلاء الأعلام ليس بالضرورة أن نترجم لهم بعد أن يموتوا ويشبعوا موتا، فيمكن لبعض هذه الأعلام أن تدب بين ظهرانينا، فحقهم علينا أن نكتب عنهم. وقد ندبني شيخي دكتور يوسف القرضاوي أن أكتب عنه في التسعينية وكتبت. وشيخنا في المؤتمر الماضي العلامة عبد الملك السعدي أهداني بعض الكتب، فوجدتها ألفيتها نفيسة جليلة في صلب العلم كما يقول الشاطبي ومتينه لا في ملحه. فلما أعلن عن هذا المؤتمر في مذاكرة أخوية مع العزيز فضيلة الشيخ الدكتور مثنى حفظه الله، فيعني انبريت لهذه المهمة أن أكتب شيئا عني الشيخ المفضال سيدي عبد المالك السعدي، واحد من أعلام العراق في العصر الحديث. أكتب عنه وكل فخر واعتزاز عن قامة وهامة علمية شامخة. هؤلاء محلهم هنا أن نشيد بهم، أن نبجي لهم، أن نؤرخ
لمشوارهم العلمي الكبير، فهي مسيرة حياة علمية حافلة. والله يا إخوة أصدقكم القول أن بعض أعلامنا علمونا أنهم إذا دعوا قالوا اللهم ارزقنا عمرا عريضا وليس عمرا طويلا. فينا اللي عمر 120 سنة لكن على الفاضي، تاريخ يعني ورقات بيضاء جوفاء، لكن العمر العريض هو العمر اللي يمشي يوم بعد يوم وهو مليء. وأنا زرت الهند ديوبند وندوة العلماء، وزرت أعظم قرى، وشفت قرأت عن بعض الأعلام وكتبت عن بعضهم، فوجدت أن بعض المدارس هي اللي حافظت على 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 الإسلام هناك، المدارس العلمية، وجدت هؤلاء كانت تبدأ حياتهم العلمية في التعليم والتدريس والرواية والتحديث قبل الفجر، بعد الفجر صلاة الضحى راحة كذا، يتغدون ثم يعني القيلولة، وبعدها صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر تستأنف الدروس. كيف لا يخرج أمثال عبد الحي اللكنوي وشيخ أبو الحسن الندوي وغيرهم من الأعلام الكبار؟ إذن فاللهم ارزقنا عمرا عريضا. فألفيت الشيخ عبد المالك السعدي لوفرة مؤلفاته وإنتاجه ذا عمر عريض، نفع الله به ومد في عمره. نحن نحتاج أحيانا إلى قدوات كبار لعلها تنفخ فينا الهمة العالية، وننبش في التاريخ، وربما نبحر عميقا وبعيدا في القرن الرابع والخامس والسادس الهجري، وبيننا أعلام تمشي يعني لا نعرف قيمتها إلا بعد أن يعني نفقدها. فهذا يعني كبير في سنه، في عمره، له مجلس يكتب يجيب على الفتاوى، فلما يعني الشباب وطلاب العلم لا يجعلونه قدوة لهم؟ شيخنا المفضل مشواره العلمي طويل ومسيرته يعني مش أنا الذي أحدثكم عنها. كان جده أسعد عالما، فلعل شيخنا نزعه هذا العرق العلمي. كان أبوه بناء، فنحيانا نقول التأليف تأليفان، التأليف الأول يؤلف القلوب وتأليف الكتب. أبوه كان يبني الحجارة يعني الجدران، وصار ابنه يبني الإنسان. كانت له صفات ومناقب حسنة، منها الصدق فيما يكتب، الوفاء لمشايخه، التواضع، الوسطية، النباهة، وحسن الفهم، معرفة الفضل لأهله، وهكذا. يصعب علينا أن نضع الشيخ في محور من المحاور سالفة الذكر، فهو إن شئتم في مجال اللغة اللغوي الكبير، في مجال العقيدة رجل يعني اللي شرح متونا في العقيدة في الفقه القديم، وفي المستجدات يعني الفقهية، وفي مختلف يعني المجالات والفنون، حتى في آداب البحث والمناظرة، وحتى الجانب الحديثي. هي مسيرة بعدد المؤلفات التي كتب فيها، وهي يعني أكثر من أن تحصى، أزيد من 30 مؤلفا. كان له منهج في التأليف استقريته من خلال تصفحي لعشرات الكتب
له تذكر في البحث الذي أنجزته، وحاولت أن أجد الجانب المقاصد فيما كتبه فألفيته، يعني يراعي مادة المقاصد وترجيح المصالح الكبرى على الصغرى، ارتكاب خف الضررين، مراعاة المآل. كما قال الشاطبي قبل الجواب على السؤالات لابد من مراعاة المآلات، فهو لما يسأل عن مسألة والدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في النار ولا كذا، هو يجيب إثارة أمثال هذه الأسئلة لا تخدم المسلمين شيئا ولا يبتنع على كون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو في النار حكم ينتفع منه المسلمون سوى إثارة الجدل. وفي قضية لما سئل عن الخضر وقيل الخضر، فهو يجيب أرجو أن نعلم أن القول بحياة الخضر أو موته اليوم لا يقدم المسلمين ولا يؤخرهم. لما يعني في باب الرضاع لما يتكلم عن اللبن أو الحليب ينبجس من ثدي الأم، يقول إرضاعه اللبن وهو أول رضعة من أمه بعد ولادته اعتبرها الفقهاء واجبة على الأم، لأن هذه الجرعة لها أثرها في نمائه وقوة جسمه، فتركها قد يؤدي إلى ضرر في الطفل. وأشياء كثيرة في مناقب الشيخ ودرره جمعت بعض الحكم. مثلا يقول في الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله والمشهود له في الصناعة الحديثية، لكن للشيخ تدخلات في مجال الفقه، فكان من درر الشيخ أن قال: فنصيحتي لهذا الشيخ الجليل أن يترك الفقه لأهل الاختصاص كما تركه الإمام مسلم والترمذي والحاكم وابن ماجه ونحوهم الذين هو وأمثالهم عال عليهم في الجرح والتعديل، وقد تركوا الفقه لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والشافعي والمزني والبويطي. قطع القط. طيب، وكان فيه رؤية نقدية لما كتبه الشيخ في بعض كذا، لكن تجدونه في هذا يعني البحث الذي ربما يصدر كتابا بتقديم فضيلة الشيخ مثنى حارث الطاري، فهو الآن يلا في 180 صفحة. حياكم الله. بيان شكرا لفضيلة الدكتور حسن يشو على هذه المحاضرة القيمة التي استفدنا في شقها الأول علما وفائدة وحكمة، واستفدنا في شقها الثاني حديثا ذو شجون عن علم من أعلام العراق المعاصر الشيخ عبد الملك السعدي. وأنا أقول دائما حديث الكبار عن الكبار لا يمل، حديث الكبار على الكبار لا يمل. فاستسمح فضيلة الدكتور حسن يشو أن قطعنا حديثه، وقد استرسلنا في معارف الشيخ عبد الملك السعدي، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويرزقه عمرا عريضا وليس طويلا على لغة الشيخ حسن، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أمر بعد ذلك إلى فضيلة الدكتور عمر غزاي من كلية الإمام الأعظم ببغداد في محاضرة بعنوان المناهج الحديثية في أصول الفقه عند علماء العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم افتح علينا بالخير والبركة، آمين يا رب العالمين. يا الله، بادئ ذي بدء يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم العرفان لراعي هذا المؤتمر هيئة علماء المسلمين ممثلة بأمينها العام فضيلة الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري، حيث إنها قد منحتنا فرصة المشاركة في هذا المؤتمر الموقر، بل وشرفنا أن نكون أحد باحثيه مع هذه الثلة المباركة من العلماء الأجلاء. عنوان بحثنا والمناهج الحديثة في التأليف في علم أصول الفقه عند علماء العراق المعاصرين. أقول فيه قد أصبح البحث العلمي
في واقعنا المعاصر علما مستقلا وقائما بذاته، له أصوله وخصوصياته العلمية، مما جعله يستقل بها عن غيره من فنون المعرفة الأخرى، كما جعله لا ينحصر مجاله في فن معين، بل شمل مختلف الفروع العلمية الكثيرة والمتعددة. ومناهج البحث المعاصرة في علم أصول الفقه عند علماء العراق قسمتها في هذا البحث إلى ما يأتي. البحث الأول: التعريف بالمنهج والبحث وأسباب ازدهار البحث العلمي. المبحث الثاني: الحديث عن طبيعة التصنيف في أصول الفقه عند علماء العراق المعاصرين والغرض من ذلك. المبحث الثالث: أهم خصائص المصنفات الأصولية عند علماء العراق المعاصرين. وأخيرا الخاتمة والتوصيات. المبحث الأول هو التعريف بالمنهج والبحث وأسباب ازدهار البحث العلمي. والكلام في هذا المبحث يشتمل على بيان مفهوم المنهج والبحث لغة واصطلاحا، وبيان أسباب الازدهار العلمي للبحث. وتوصلت إلى أن البحث في عرف الباحثين المعاصرين هو عبارة عن الخطوات الذهنية المنظمة والإجراءات العلمية والأسس الضابطة التي يسير عليها الباحث في بحثه من أجل الوصول إلى معلومة قد تكون جديدة وقابلة لاختبار صدقها، وتكون هي الأيقن إن لم تكن هي الصواب واليقين. الفرع الثاني هو التعريف بالبحث وبيان أسباب ازدهاره. والبحث عرفته لا يخرج عن كونه جهدا عقليا منظما يبذله الباحث من أجل تنمية العلم وتقدمه. المبحث الثاني كان في طبيعة التأليف في أصول الفقه أو مناهجه في عصر في عند علماء العراق المعاصرين. إن التأليف في أصول الفقه عند هؤلاء العلماء لم يكن على منهج واحد، وإنما تعددت مناهجه، وقد حصرتها في أربعة اتجاهات. كما أن العلماء السابقين في تأليفهم لعلم أصول الفقه لم يكونوا على منهج واحد، بل نحوا إلى محورين أساسيين، هما أولا التأصيل الكلي للقواعد الأصولية مع البرهنة المنطقية على جهة الاستفصال، وقد سار على ذلك المتكلمون منهم. والمحور الثاني الاعتماد على فتاوى وفروع المتقدمين وإمعان النظر فيها، ثم الخروج بقواعد ضابطة تكشف الأصول التي انتهجها المتقدمون من الأئمة، وعلى هذا سار فقهاء الحنفية ومن وافقهم. أما طبيعة المؤلفات عند علماء العراق المعاصرين فهي على المحاور الآتية أو الاتجاهات الآتية. الاتجاه الأول: إعداد الكتب المنهجية. إن الاتجاه إلى تأليف الكتب المنهجية من الظواهر البارزة في عصرنا الحاضر، والسبب في ذلك هو تدريس موضوعات هذا العلم في الجامعات والمعاهد، وخاصة في كليات الشريعة والحقوق، فكانت الحاجة ماسة إلى تأليف الكتب في هذا العلم، حيث رأى المتخصصون في الشريعة ضرورة جمع موضوعات أصول الفقه بحيث تكون مرتبة ومبوبة ومبسطة ليتمكن كل طالب من الاطلاع عليها. وكانت بدايات التأليف من الأستاذ العلامة حسين الأعظمي رحمه الله تعالى، ثم الشيخ حمد الأعظمي، و من أبرز الكتب التي ألفت فيما بعد ذلك كتاب الشيخ المرحوم عبد الكريم زيدان الوجيز في أصول الفقه، ثم كتاب المرحوم أستاذنا الشيخ حمد عبيد الكبيسي أصول الأحكام، ومؤلفات الأستاذ الكبير المرحوم مصطفى الزلمي رحمه الله تعالى. الاتجاه الثاني: إعداد البحوث العلمية.
إن إعداد البحوث العلمية كالرسائل الجامعية هو الأكثر شيوعاً وممارسة في عصرنا الحاضر، لأن من شروط الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في الجامعات اليوم كتابة بحث علمي يعده الطالب خلال فترة محددة من الزمن، فكان لزاماً على كل طالب في مرحلة الدراسات العليا إعداد بحث علمي في مجال تخصصه. وقد أدى الحصول على هذه الدرجات العلمية إلى كثرة البحوث العلمية في عصرنا الحاضر، ومن أمثلة مؤلفات ورسائل وأطاريح علماء العراق المعاصرين التي أصبحت هي الأولى في بابها التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للدكتور عبد اللطيف عبد الله البرزنجي، وهي أطروحة دكتوراه، وكذلك رفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية للشيخ يعقوب بن عبد الوهاب الباحثين، وهي أيضا الأولى في بابها. ثم مباحث العلة في القياس عند الأصوليين للشيخ عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي، فهي أيضا الأولى في بابها. الاتجاه الثالث هو اتجاه إحياء التراث الإسلامي بين قوسين التحقيق. إن هذا الاتجاه المسمى بإحياء التراث الإسلامي ليس في الحقيقة تأليفا، لأن المحقق لا يؤلف، وإنما يخرج عملا ألف قبل قرون إلى النور، ولكني أدرجته ضمن مناهج التأليف لبيان اهتمام بعض الدارسين والباحثين في إخراج علوم الأوائل بصورة يمكن الاطلاع عليها والاستفادة منها بسهولة ويسر في وقتنا الحاضر. وقد كان لعلمائنا العراقيين في العصر الحديث جهود بارزة في هذا. ومن أهم مؤلفاتهم وتحقيقاتهم تحقيق الدكتور المرحوم طه جابر علوان رحمه الله تعالى لكتاب المحصول في علم الأصول العلواني طه جابر العلواني فياض العلواني المحصول في علم الأصول للإمام الرازي رحمه الله تعالى. ثم أيضا من جهود العراقيين المعاصرين في التحقيق مختصر قواعد العلائي في أصول الفقه للشيخ مصطفى البنجويني حفظه الله تعالى، وهو مطبوع بجزئين، وكذلك أطروحة الدكتوراه لشيخنا المفضال العالم الكبير الشيخ عبد الملك السعدي أمد الله تعالى في عمره ومتعنا في علومه، ميزان الأصول في نتائج العقول للإمام علاء الدين السمرقندي، وكذلك أطروحة دكتوراه الشيخ حمد عبيد الكبيسي رحمه الله تعالى شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. فهذه أصبحت جميعا هي الأولى في أبوابها، وكل من حقق هذه الكتب بعدهم هو عالة عليهم. وأخيرا أنه الاتجاه الأخير هو شرح المؤلفات الأصولية ومختصراتها، وهذه المؤلفات الأصولية طبعا عنايتهم فيها إما شرحا أو تحشية أو اختصارا. من أبرز هذه الجهود الشرح الجديد على جمع الجوامع للشيخ المرحوم عبد الكريم الدبان رحمه الله تعالى، وكتاب زبدة الأفكار شرح مختصر المنار في الأصول تأليف الشيخ عبد الجليل بن أحمد آل جميل، وكتاب صفوة اللآلي من مستصفى الغزالي، واختصار للمستصفى الغزالي لمفتي العراق السابق الشيخ المرحوم عبد الكريم المدرس رحمه الله تعالى، وكتاب المصقول في علم الأصول الذي ذكره فضيلة الشيخ الدكتور مثنى الضاري في الجلسة السابقة. وهناك حاشية يعني بحثت عنها كثيرا لم أجدها، حاشية للشيخ عبد الوهاب النائب على جمع الجوامع. المبحث الثالث والأخير هو في أهم الخصائص المؤلفات الأصولية عند علماء العراقيين المعاصرين. أولاً اشتمالها على مقدمة، هذه المقدمة تعطي الخطة الكاملة عن الكتاب. ثانياً سهولة العبارة ووضوحها. ثالثاً تحرير محل النزاع في هذه المؤلفات. رابعاً التطبيقات القانونية
خامسا التجرد التام والبعد عن التعصب المذهبي أي الموضوعية. سادسا تجريد الموضوعات الأصولية من المسائل الكلامية والمنطقية. سابعا التخصص. وعاشرا بيان أثر القاعدة الأصولية في الفقه بحيث أنه يكون الدراسة يعني الجمع بين المدرستين. وأخيرا الترجيح بين الآراء في المسائل. هذه يعني أهم الخصائص التي كانت في مؤلفات علماء العراق المعاصرين. ثم ختمت هذا البحث بخاتمة وتوصيات. الخاتمة بينت فيها أن مناهج علماء العراق المعاصرين متنوعة في التأليف لم تقتصر على جانب معين. ثانيا أن كثيرا من مؤلفات علماء العراق المعاصرين لم تنلها يد العناية نتيجة ظروف العراق المتعاقبة. ثالثا أثبتنا من خلال خصائص مؤلفات علماء العراق المعاصرين في علم أصول الفقه أنها قد ضمت بين طياتها جوانب تجديدية هي ينبغي أن تكون محل بحث عند رابعا إن بعض مؤلفات علماء العراقيين أصبحت مرجعا أساسيا في موضوعاتها ولا زالت هي الأولى في أبوابها. أما التوصيات فهي العناية بمؤلفات هذه الحقبة الزمنية، نشر ما لم ينشر منها، وإعادة طبع ما افتقد منها في الأسواق، وأخيرا حث الطلبة في الدراسات العليا على تناول هذه الجهود والمؤلفات في البحوث والرسائل والأطاريح. واللهم هذا الجهد عليك التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر إن تجاوزت الوقت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر لفضيلة الدكتور عمر غزاي هذه المداخلة القيمة في موضوع أو في المناهج الحديثية في أصول أو الحديث عفوا في أصول الفقه عند علماء العراق. الأمر الذي لابد أن ننوه إليه يعني دراستنا لتراث آبائنا وعلمائنا وصناع أمجادنا ورافعي لواء يعني حضارتنا يدل على أن هذه الأمة لا تزال بخير، أن هذه الأمة لن تنسى علماءها ولم تنسى رجالها ولا نساءها ولا من صنع تاريخها ومجدها. فنحن نعيش بهذا التراث ونعيش من أجل أن رفع راية التوحيد ورفع راية العلم ونشر الحكمة والوسطية للناس في العالمين. فدون إطالة أحيل الكلمة إلى فضيلة الدكتور أميد نجم الدين جميل المفتي رئيس قسم مقارنة الأديان بكلية القلعة الجامعة بأربيل العراق. عنوان مداخلتي ابن الخياط القرداغي وكتابه الفتاوى الفقهية، فليتفضل. قردا احنا عذرونا يعني اهل المغرب اذا اخطانا في ضبط اهل العراق، ونعذركم عندما تخطئون في ضبط المقري فتقولون المقري ابو عبد الله المقري وهو المقري، فالامور سماعيه وتحتاج الى اهل الاختصاص. واحده بواحده. لا نتكلم وانتم لا تتكلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أريد بداية أن أشكر الإخوة والسادة العلماء في هيئة علماء المسلمين في العراق والقسم العلمي فيها على سبيل الخصوص لإقامة هذا المؤتمر العلمي وتحملهم الصعاب لأشهر حتى وصلنا إلى ما نلامسه هذا اليوم من التنظيم وحسن الضيافة، فبارك الله فيهم وسدد خطاهم إن شاء الله. عندما نتكلم عن الشيخ عبد الرحمن بن الخياط القرداغي وجهد من جهوده العلمية المباركة، فإننا نتكلم عن قامة علمية كردية كبيرة خدم العلم لأكثر من 60 سنة من العمر، وتخرج في مدرسته المئات من طلاب العلم من أمثال الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ محمود شكر الآلوسي والشيخ الحاج عبد القادر الخطيب وغيرهم. نتكلم عن حلقة وصل بين الكرد وإخوتهم، الحلقة التي هي أكبر من القومية والحدود الضيقة المصنعة الأخرى، حلقة الأخوة في الله والاجتماع على مائدة العلم والأخذ والعطاء في سبيل الله. فكم هم
وما أكثر عدد من تركوا مواطنهم وشعروا بالإطمئنان والسعة ولمسوا الجو العلمي والهمة العالية لطلب العلم في ربع بغداد والموصلة وغيرها من مدن الرافدين، فصاروا قبسا يستنار بهم أينما حلوا. الشيخ عبد الرحمن بن الخياط القرداغي أخذ العلم في كردستان وبغداد، إذ أجازه مفتي العراق الشيخ محمد فيضي الزهاوي ووالده الشيخ محمد ابن الخياط القرداغي، وله من التآليف العلمية ما يزيد عن 20 في مختلف العلوم، وهي حتى الآن مع الأسف أغلبها مخطوطة، وخرج إلى نور النشر والتحقيق والدراسة القليل منها في الآونة الأخيرة على يد طلاب العلم والمحققين لنيل الشهادات العليا. هذا العلم من أعلامنا ولد سنة 1253 للهجرة في قرداغ، ورحل في طلب العلم إلى السليمانية وكركوك وبغداد، وأخذ الإجازة العلمية كما سبق أن أشرنا من الشيخين الجليلين المذكورين وهو في العقد الثاني من عمره، وقد بدأ بالتأليف وله من العمر 17 سنة عندما كان في السليمانية. والآن نكتفي بهذا القدر من حياته ونتكلم شيئا عن كتابه فتاوى فقهية، ونقرأ حسب المقدور والمتسع شيئا من مقدمة البحث وخاتمته على أمل أن يكون مفيدا مع ما كان عليه من التلخيص والإيجاز. فمن الظواهر التي نلاحظها في التأليف في التراث الإسلامي جمع الفتاوى وتدوين استفتاءات الناس الشرعية مع أجوبتها، ونظرا لأهمية هذا النمط من التأليف من الناحية العلمية عموما ومن النواحي الاجتماعية والفكرية والثقافية والتاريخية من جانب آخر، توجه العديد من العلماء المتضلعين نحوه، فالطريق غير مسلوك من الجميع لأنه يحتاج إلى تدقيق وفهم ومكانة واطلاع وسعة علمية وفكرية، فالعمل جبار وآثاره محمودة في الدارين. ولعلماء الكرد الدور المشهود في هذا الشكل من التأليف منذ القدم، بدءا بابن الصلاح الشهرزوري وانتهاءا بأمثال ابن الخياط القرداغي. وقد اطلعت متأخرا وبعد جهود كثيرة على مخطوط كتاب فتاوى فقهية لابن الخياط الذي كان في عداد المخطوطات المفقودة إلى ما قبل 4 سنوات، وقد قمت قبل سنة وفي جهد مشترك مع فضيلة دكتور فرهاد الذي هو جالس معنا بتحقيق جزء من هذا الكتاب فيما يخص آيات الأحكام من الفتاوى الفقهية، وقمنا بنشره في المجلة العلمية لجامعة صلاح الدين السنة الماضية. إلا أن الكتاب حقيقة هو مناسب للعمل فيه لأكثر من بحث ورسالة وأطروحة، لأنه يتكون من أكثر من 450 صفحة مخطوطة طبعا. والمهم في الأمر أن النسخة المتوفرة الوحيدة هي نسخة المؤلف بيده. مع هذا فهو كغيره الكثير من هذا التراث الثري للعلماء بحاجة إلى التدقيق والمراجعة والدراسة والتحقيق وبيان المناهج في التأليف وتقديمه في ثوب ملائم علمي أكاديمي. والبحث هذا وتحت عنوانه نريد من خلاله إبراز الجانب المنهجي في المؤلف ونتكلم شيئا عنه. وقد قسمنا البحث إلى مباحث 3. في المبحث الأول تكلمنا شيئا عن المؤلف وحياته الشخصية والعلمية على سبيل التلخيص، ثم تكلمنا شيئا عن كتاب فتاوى فقهية، وفي المبحث الأخير والثالث تكلمنا عن المنهج المتبع من الشيخ عند كتابة هذا التأليف، وختمنا البحث بالخاتمة. فخلال هذا الملخص نريد أن نركز على ما يتعلق بالكتاب خصوصا. طبعا كتبت هنا أن لكتب فتاوى العلماء عموما أهمية كبيرة نظرا إلى أنها تتعلق بواقع أحوال الناس وتلبي في الأغلب حوائجهم وما يطرأ عليهم، فضلا عن كونها تبين وتقرأ من خلالها جوانب حيوية للمجتمعات، منها الجانب الاجتماعي وما يدور في مجتمع المفتي وما عليه عيش الناس من التطور، فضلا عن الجانب الاقتصادي والثقافي والحالة الدينية
بل هي متعلقة بوقائع تاريخية أو تاريخية ونفسية وغيرها. وكتاب فتاوى فقهية لابن الخياط في الحقيقة هي موسوعة لأبواب فقهية متفرقة، فضلا عن إلمامه بعلوم اللغة والتاريخ والتصوف والمنطق. أساسه كتاب آخر لابن الخياط، وهو الأجوبة البهية على الأسئلة الهندية، لكنه أضاف ونقح وزاد وهذب إلى أن انتهى الأمر إلى هذا الكتاب. فكان رحمه الله على صلة بالكتاب يضيف إليه ويهذبه بين فترة وأخرى، إذ ألف الأول من الكتابين أي الأجوبة البهية عندما كان في كركوك سنة 1300 للهجرة، وله آنذاك من العمر 47 سنة. أما الثاني الفتاوى الفقهية فقد جمعه سنة 1309. والمؤلف رحمه الله ذكر لنا في المقدمة السبب والداعي وراء تأليفه، ومن خلاله نستشف مكانة المؤلف أولا، ثم نتطلع على أهمية المؤلف ثانيا. إذ يقول رحمه الله: لما هاجرنا مدة إلى بلد كركوك أرسل إلينا بعض الأحباب الساكنين في دار السلام بغداد السيد محمود شكري أفندي الآلوسي، وفقه الله للرشاد وسلك به مسلك الاستقامة والسداد، نعم، أرسل إلينا أسئلة جادت بها قريحة بعض أفاضل الهند لما جاء إلى بغداد، فالتمس منه جوابها ودفع شبهاتها، فنظرنا فيها بعضا من الساعات وشرحنا عبارات الأسئلة وكتبنا في جوابها ما حضر في البال على طريق الاستعجال. ثم يبدأ ويقول: فنقول وبالله التوفيق. فكان رحمه الله يراسله أكابر علماء بغداد في الفتاوى، إذ هو معتمدهم. ثم التأليف كان تلبية لهذه الحاجة، ومعلوم من حياة الشيخ ابن الخياط أنه كما سبق رحل إلى كركوكا وبقي فيها سنتين، وبعد مكوثه في قرداغ لنحو هذا، يعني السكن في كركوك هذا كان بعد مكوثه في قرداغ لنحو 18 سنة، ثم رحل أخيرا إلى بغداد سنة 1303 بعد طلب وإلحاح الأكابر من أهل بغداد. نعم. وفيما يتعلق بالمنهج ألخص وأقول: أولا، رتب كتابه على الأبواب الفقهية المختلفة، حيث هناك كتاب الطهارة والصلاة وصلاة المسافرين وصلاة الكسوفين وكتاب الحج وغيرها، وعرض السؤال بصيغة سئلة وأجيب عنه مباشرة بعد عبارة أجيبة. ثانيا، كان في متناوله معظم كتب الشافعية المنتشرة في المدارس آنذاك، وهو فضلا عن ذلك كثير الاطلاع عليها ويعرف دقائق الآراء فيها، فيستدل بأقوال أئمة الشافعية المعتبرين في الفتوى ويذكر آراءهم وتوجهاتهم وتصويباتهم وتصحيحاتهم حول المسائل المختلفة، بل زيادة على هذا يذكر تعارض أو اضطراب آرائهم بين كتبهم إن وقف عليه. وثالثا، يعتمد ابن الخياط في الأجوبة على أدلة الكتاب والسنة، بل نستطيع أن نقول قلما نتصفح ورقة من أوراق كتاب فتاوى فقهية إلا ونجد دليلا من الكتاب أو السنة أو منهما على الموضوع، ويعتمد عليه في الفتوى ويناقش من خلاله المسألة، بل زيادة على هذا كثيرا ما يخرج الحديث ويذكر ما قاله أئمة الشأن حول معناه، هذا فضلا عن نقل أقوال العلماء من الصحابة والسلف الصالح وعلماء وفقهاء المذاهب المختلفة. نقطة أخرى، له آراء خاصة وترجيحاته الشخصية لمسائل متعددة بعد أن يقوم بعرض الآراء المختلفة، فلم يكن جامعا فقط للآراء، بل كان يصحح ويرجح ويقارن ويعترض ويعلق ويستدرك ويبين، ويستخدم عبارات شتى طبعا للترجيح، منها المختار عندي أو الصحيح أو والظاهر أو والتحقيق أو وعندي أو وهذا هو الأظهر عندي وما إلى ذلك. نقطة أخرى، اتبع الأسلوب العلمي في طرح المسائل ومناقشتها بإيراد رأي المخالفين وأدلتهم وتحليل الأدلة وعرض الشبهات وبيانها، نعم، فضلا عن ذكر أصحاب الأقوال بدقة وأمانة. ومن النقاط الأخرى المذكورة حول المنهج،
طبعا لم يحصر الآراء في مذهب معين أو يتعصب لمسلك على غيره، فهو مع كونه من فقهاء الشافعية وأكثر النقل عنهم في أغلب الفتاوى، إلا أن هذا الأمر لم يجعله ينحصر الرأي والفتوى عن فقهاء الشافعية، فهو ينقل عن الحنفية والمالكية وغيرهم، بل عندما يسأل عن مسألة في غير مذهبه يجيب وفق هذا المذهب وينقل آراء فقهائه. وهناك بقي أمور أخرى ولكن أدركنا الوقت، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكرا لفضيلة الدكتور أميد نجم الدين على هذه المداخلة التي أبرز لنا فيها كتابا لم نكن نسمع به من قبل، وهو جديد في المكتبة أو في كتب النوازل على المذهب الشافعي. أعتقد أن الإخوة الأكراد كلهم شوافع، أم فيكم من الأحناف؟ هاي الحمد لله، نعم هذا كلهم شوافع، وهذا يعني حتى بعض علمائنا الذين درسنا عندهم في بلاد الشام، هذا الذي كنا نعرف أن الأكراد على مذهب الإمام الشافعي، والأئمة كلهم على خير إن شاء الله تعالى، لأننا نحن في المغرب على مذهب الإمام مالك رحمه الله. المداخلة الأخيرة لفضيلة الدكتور سعدي خلف الجميلي من الجامعة العراقية بغداد، ويعني محاضرته عن أستاذ يجلس معنا، يعني نعترف له بالفضل وبالعلم وبالسبق، وكانت له كذلك إسهامات حتى بالتدريس في بلدنا الجزائر، وهذا من حفظ ود العلماء والأساتذة، الأستاذ دكتور قحطان الدوري وإسهاماته في علوم الشريعة الإسلامية. فالمعني بالمحاضرة معنا والذي يتكلم عنه معنا، ونحن مستمعون إن شاء الله عز وجل ونستفيد، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، هذا البحث جزء من وفائنا لأساتذتنا، ومنهم أستاذنا الكبير المفضال الأستاذ الدكتور قحطان الدوري حفظه الله تعالى ورعاه. وهذا المؤتمر أيضا هو من باب الوفاء، قدمته هيئة علماء المسلمين متمثلة بأخي الدكتور مثنى الضاري لعلماء الأمة. جاء المؤتمر من باب الوفاء لعلماء الأمة أيضا على ما قدموه، وهذا يشكر ويسجل له ولمن قام بهذا العمل معه، أسأل الله تعالى لهم التوفيق جميعا. عنوان البحث هو الأستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري وإسهاماته في علوم الشريعة الإسلامية، وأرجو أن يكون أن ما قدمناه هو يعني فيه الخير، ونعتذر عن النقص. الأستاذ الدكتور قحطان غني عن التعريف، ليس مثل من يقيم الدكتور قحطان الدوري، ولكن هذا جهد المقل. ركز هذا البحث أيها الأخوة على الجوانب العلمية والإسهامات العلمية لهذا العلم الفذ من علماء العراق المعاصرين. فالعراق كما تعلمون هو بلد معطاء وأرض ولود بالعلم والعلماء قديما وحديثا، وسجل التاريخ ما لهذه الأرض من نتاج معرفي وبعد علمي وتراث قيمي، فشكل حضارة تحمل أهم الأسس العلمية والمناهج التطبيقية، وعلى مستويات متعددة وأزمنة مختلفة، وأسهم علماء العراق بتحريك المياه الراكدة وفتح أبواب الفكر والفلسفة، فعلى أرض العراق عرف التدوين والتصنيف والترجمة، وعلى أرضها نشأ الجدل والمناظرة والمدارس الفكرية والمناهج الفلسفية والمدارس النحوية، لتكون قطب الرحى وقبلة العلماء والفقهاء، ولا زال هذا العطاء ممتدا. ويدل على ذلك ما أنتجه الواقع المعاصر من جملة كبيرة من علمائنا الأفذاذ من الفقهاء ومن المفكرين، الذين سجلوا رصيدا علميا
ينهل منه طلاب العلم. ومن هؤلاء كما أسلفنا أستاذنا الكبير الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري الذي تعددت مصنفاته وتنوعت معارفه، فكان حقا علينا أن نسلط الضوء على هذا العلم والتعريف بعلمه ونتاجه العلمي وما قدمه في علوم الشريعة من دراسات وتحقيقات ومحاضرات تستحق الدراسة. ومن المجالات المتعددة ينطلق أستاذنا الدوري حفظه الله في المنهج الشرعي الواسع وبناء الرؤية الكلية للشريعة وبناء وتقعيد القواعد الشرعية في مختلف العلوم والتخصصات، والاستنجاد بالمقاصد الشرعية في تقرير المسائل والقواعد. والبحث يلاحظ في ذلك اتجاهين: الاتجاه الأول هو الاتجاه النظري التأسيسي وبيان مدى قدرة الدكتور الدوري في التحرك ضمن هذه الأطر المتعددة وبناء الرؤية الصحيحة عن الشريعة وعلومها النقلية والآلية والعقلية. أما الاتجاه الثاني وهو اتجاه تطبيقي من خلال كتبه ومصنفاته، فأهمية البحث تكمن في إظهار الجوانب المنهجية وتطبيقها عند الدوري وأهميتها في التأصيل الشرعي في العلوم الشرعية وإجراء مسح لأهم المؤلفات في مختلف المجالات الشرعية وتسليط الضوء عليها وبيان منهجيته وأسلوب بحثه، وكذلك بيان قدرته على استعمال الأدوات العلمية في الترجيح والاختيار، وهو جانب مهم في الواقع المعاصر لغياب المنهجية وتفعيلها. واتخذنا طبعا البحث مشاركة مع أخي الدكتور أحمد مرع المعماري من كلية الإمام الأعظم، واتخذنا في ذلك المنهج الاستقرائي والمنهج الوصف التحليلي، وعلى ذلك تكونت خطة البحث من مقدمة وتمهيد وثمانية مباحث وخاتمة. التمهيد هو التعريف بأستاذنا الدوري، وأما المبحث الأول فإسهامات الدوري في علم التجويد والتلاوة، وكان المبحث الثاني بعنوان إسهامات الدوري في علم التفسير وعلوم القرآن، وأما المبحث الثالث فكان بعنوان إسهامات الدوري في علم الحديث ومصطلحه، وأما المبحث الرابع فعن إسهامات الدوري في الفقه وأصوله، وأما المبحث الخامس فهو عن إسهامات الدوري في أصول الدين والأديان والفرق، وأما المبحث السادس فهو عن إسهامات الدوري في مجال السيرة النبوية، أما المبحث السابع فكان عن إسهامات الدوري في مجال الفكر الإسلامي، وجاء المبحث الثامن وهو الأخير عن إسهامات الدوري في منهج البحث العلمي وأصوله، ثم جاءت الخاتمة. الحقيقة لابد أن أتكلم شيئا موجزا عن حياة أستاذنا الدوري، فهو قحطان عبد الرحمن الجبوري نسبا الدوري ولادة وسكنا، وجده لأمه هو أسعد بن طه بن حمد شيخ عشيرة الشويخات من قبيلة الجبور، وتربطه قرابة بالمؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري رحمه الله، فهو ابن عم والدته أي من أخواله. ونشأ في قضاء الدور، وقضاء الدور معروف في شمال بغداد في محافظة صلاح الدين، لا أريد أن أتكلم بالتفصيلات عن ذلك. وأكمل المدرسة المتوسطة والثانوية في مدينة بغداد، وواصل دراسته الجامعية ودخل كلية الشريعة في جامعة بغداد سنة 1957، وتخرج منها عام 61 حاصلا على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية والآداب. أصبح مدرسا في مدارس وزارة التربية، وفي عام 1969 حصل على شهادة الماجستير من معهد الدراسات الإسلامية العليا التابع لجامعة بغداد آنذاك، وكان عنوان رسالته التأمين في الفقه الإسلامي، وهذه الرسالة لم أحصل عليها حقيقة. في عام 1984 حصل على شهادة الدكتوراه من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة من جمهورية مصر العربية
عن أطروحته الموسومة عقد التحكيم، عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. ثم انتقل في عام 1970 إلى سلك التدريس في وزارة التعليم العالي، فأصبح تدريسيا في قسم الدين بكلية الآداب في جامعة بغداد، وأصبح مقررا للقسم، ثم أصبح بعدها رئيسا للقسم بالوكالة، وكان محاضرا إضافة إلى عمله في كلية الدراسات الإسلامية، وكان موقعها آنذاك في بغداد. في عام 1982 انتقل إلى كلية الشريعة في جامعة بغداد، بعد أن تحول قسم الدين من كلية الآداب إلى كلية الشريعة، تحول الكادر أيضا كادر من التدريسين معها، وأصبح في كلية الشريعة، وأصبح معاون عميد في تلك الفترة. عندما أكمل أطروحته سنة 1984 عاد إلى التدريس في كلية الشريعة في جامعة بغداد، وأصبح رئيسا لقسم الدراسات الإسلامية الذي أصبح فيما بعد قسم الشريعة. وفي هذه المدة حاضر الدكتور في جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا وجامعة صدام للعلوم الإسلامية. في عام 1992 ترك الدوري العراق مسافرا إلى الجزائر ليكون تدريسيا في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، وبقي يدرس فيها من 1992 إلى 1994، وبعدها ترك الدوري الجزائر عائدا إلى المملكة الأردنية الهاشمية ليكون رئيس قسم الدراسات الفقهية والقانونية، ثم أصبح عميدا للكلية نفسها، وبعد ذلك عاد إلى التدريس، إلى سلك التدريس الذي أحبه وأبدع فيه. ثم اختير مرة أخرى عميدا للكلية نفسها، واختياره لهذا المنصب لم يأتي من فراغ، وإنما لمقدرته العلمية والإدارية بفضل الخبرة المتراكمة التي حصل عليها خلال السنوات الطوال التي قضاها في التدريس والإدارة. لم يكمل الدوري مشواره العلمي والإداري في هذه الجامعة، ثم انتقل مسافرا إلى الإمارات العربية وبالتحديد في دبي في كلية الدراسات الإسلامية والعربية من 2007 إلى 2009، إلا أن مدة مكوثه في الإمارات لم تدم طويلا، فقرر العودة إلى الأردن مرة أخرى. ويبدو لي أن حبه للمملكة الأردنية جعله لا يستطيع مفارقتها، فكلما خرج منها عاد مرة أخرى، وأكمل مشواره العلمي في التدريس في كلية الشريعة والقانون في جامعة العلوم الإسلامية العالمية من عام 2009، وأعتقد يعني لم أكن منضبطا إلى حد 2016-15، تاركا التدريس ثم اتجه إلى التأليف، وما زال عطاؤه مستمرا بفضل الله تعالى. لا بد من باب الوفاء أن نتكلم شيئا موجزا عن صفاته، ويعني لا بد أن نتكلم وإن كان حاضرا، لكن هذا من باب يعني الحقيقة. يتميز أستاذنا الدكتور بصفات قل نظيرها، معروف عنه بالتواضع والجم والأدب الرفيع، ولا يتكلم إلا قليلا إلا إذا وجه السؤال له، وإذا تكلم لا تسمع لا تجد مللا وأنت تسمع كلامه. سافرنا إلى مكة والمدينة المنورة مرتين، ورأيت الخشوع الذي يتميز به، فهو ولديه طلاقة في اللسان، ويتميز بمنطق وتعبير سلس، وقد سمعتم كلامه في الجلسة الأولى في الصباحية في هذا اليوم. يجمع بين الأصالة والمعاصرة، من يستمع إلى كلامه كأنه يستمع إلى كلام العلماء الأقدمين، بعد ما كل شيء ما حشيت بعدني بالحياة. ومن صفاته عدم الخوض في سيرة الآخرين، وكان حفظه الله وطال عمره صاحب قضية همه الوطن الذي يحن إليه دائما. طبعا الإسهامات يعني طيلة شوية خاطر دكتور قحطان. كان في ملتقى، يعني فقط أفتح قوس قصير، كان عندنا في الجزائر في السبعينات والثمانينات ملتقيات الفكر الإسلامي يحضرها كبار علماء الأمة، فكان الوزير المسؤول على الملتقى الدكتور مولود قاسم نايت بالقاسم رحمه الله، وكان شديدا لأنه أمازيغي، فكان يعني يضبط الوقت بشكل يعني كأنه شرطي، يعني رجل أمن.
فكان لا يجعل للملتقى استثناء إلى الشيخ محمد أبو زهرة، فيقول إذا كان لكل قاعدة استثناء فاستثناؤنا هو الشيخ أبو زهرة. فأعتذر من الإخوة المنظمين إن لم يكن في هذا المؤتمر من استثناء فهو الشيخ الدوري. جزاك الله على السلام. لا 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 ما شاء الله. إسهامات الدوري في علم التجويد والتلاوة، طبعا ألف كتابا بالاشتراك مع الدكتور فرج توفيق الوليد رحمه الله في تأليف علم التجويد والتلاوة، وهذا طبعا أنا أتحدث عن الفترة قبل 1400 هجرية، وعندما أتي وما ألفه بعد هذه الفترة أو هذه المدة الزمنية أتكلم عليها من باب الإشارة فقط. في هذا الكتاب ألف طبعا الكتاب للمتخصصين أو لطلاب كلية العلوم الإسلامية أو الشريعة آنذاك، والكتاب كتب بأسلوب معاصر قريب من ذهنية المتلقي، وهذا يدل أيضا طبعا على مكانة الدكتور الدوري وثقافته الموسوعية في مختلف العلوم الإسلامية، وهو كتاب منهجي في الكليات الشرعية، علما أن الأستاذ كما هو معلوم هو اختصاصه في الفقه والأصول لكنه ألف في جميع علوم الشريعة. إسهاماته أيضا في علم التفسير وعلوم القرآن، ألف كتابا منهجيا أيضا بالاشتراك مع أحد الأساتذة، وكان الكتاب منهجا مقررا على طلبة المرحلة الثانية في كليات الشريعة. يتميز هذا الكتاب بسهولة عباراته وسلاستها، وجمع هذا الكتاب من التفاسير وصاغه وأعطاه بمادة، أعطى هذه المادة العلمية وتقرب من ذهنية المتلقين من الطلبة. ومما يذكر للدكتور الدوري في هذا المجال، استطاع أن يقدم لطلبة الكليات عبارة هذا الكتاب بعبارة سهلة بعيدة عن التعقيد. أيضا ألف، لم يقتصر تأليفه على الكليات، وإنما ألف في هذا المجال للدراسات المدارس الإسلامية والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية فضلا عن الكليات الشرعية. وكذلك لديه كتاب في علوم القرآن، هذا الكتاب أيضا صاغه وبرع في تأليفه وصياغته، ولا أريد أن أطيل وإنما يعني أذكر ذلك سريعا وعلى وجه العجالة. إسهاماته في علم الحديث ومصطلحه، له كتاب علوم الحديث ونصوص من الأثر، هذا الكتاب أيضا بالاشتراك مع الدكتور رشدي عليان رحمه الله والأستاذ كاظم فتح الراوي رحمه الله، وهذا أيضا ضمن الحقبة الزمنية التي المطلوبة في المؤتمر. وهذا الكتاب يعد من الكتب الرائعة المنهجية في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث، لا أريد أن أقف عنده، طبعا استقاه من أمهات مصادر الحديث، ويعد هذا الكتاب في نظرنا من الكتب المهمة في علم المصطلح ينتفع به طلبة الدراسات الشرعية. إسهامات الدوري في الفقه وأصوله، استطاع أن يقدم لنا كتبا متعددة في الفقه الإسلامي وأصوله، أثرت المكتبة الإسلامية بمادة زاخرة بالعلم والمعرفة، ومن هذه الكتب كتاب الشورى بين النظرية والتطبيق، وكذلك كتاب، هناك كتب ألفها تجمع ويمكن أن تكون مع الفقه ويمكن أن تكون مع الحديث، كصفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام. وكتاب الشورى هو من الكتب المهمة التي ألفها في قبل المدة، يعني أثناء المدة الزمنية المطلوبة، وكذلك كتاب عقد التحكيم هو بحث كان في الأصل نشر في مجلة الدراسات الإسلامية ثم أصبح مقارنا مع القانون ليكون الذي، طبعا هذا الكتاب الشورى عرض على أستاذين وعلمين من علماء العراق، وهما الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله، وكذلك الدكتور عبد المجيد الحكيم الأستاذ في كلية القانون، وأشاد به. أنتقل مباشرة إلى الخاتمة حتى أنتهي عذرا. يتميز الخاتمة النتائج، يتميز الأستاذ الدكتور قحطان الدوري بمنهج أصيل علمي أصيل ورصين وانفرادات منهجية ورؤية علمية سار عليها في كل حياته العلمية ولم يحد عنها في كل دراسته وأبحاثه. برع أستاذنا الدوري في التحقيق العلمي للتراث، فهو أيضا له تحقيقات علمية ثرية وإضافة مهمة، كما أنه حقق كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد. تأثر الأستاذ الدوري
بمنهج من سبقه من العلماء المعاصرين كما أرى أنا، أمثال الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله، ويمكن أن يصنف ضمن المدرسة، هكذا هي رؤيتي. يعد الدوري من الشخصيات العلمية في العصر الحالي التي قدمت النتاجات العلمية الكثيرة والتي تصل إلى 50 كتاب أو بحث، وبهذا يتفوق بعطاء الثر على أساتذته وزملائه وينافس على المراتب المتقدمة كأمثال الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي رحمه الله. للدوري سيرة حافلة بالعلم والعطاء والتنوع المعرفي في مختلف العلوم الشرعية كالفقه وصوله وعلوم القرآن والحديث والتلاوة والعقيدة والفكر والأديان، ويبدو لي وجهة نظري أن الذي مكنه من ذلك هو تدريسه لهذه المواد في بداية حياته في كلية الآداب جامعة بغداد. إن الكتب التي ألفها الدوري الآن أصبحت مناهج تدرس في جميع الكليات الشرعية في العراق، ولم تتوقف عند حدود العراق، بل أصبحت مناهج رئيسية تدرس في الدراسات الأولية والعليا في العديد من الدول العربية، منها المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وفلسطين، والجزائر. جزاك الله خيرا دكتور، أعتذر على يعني نعم. طبعا هناك نقاط أخرى أكتفي بس التوصيات ممكن يعني إن شاء الله نرجئها إلى لجنة التوصيات. جزاك الله خيرا دكتور، وأنا أعتذر يعني للأساتذة على المنصة الذين ربما لم أقدر الوقت بالسوية بينهم، ولكن في بعض المرات بعض الإكراهات فأستسمحهم عذرا. لا تعتبر إكراها. نعم، فنحن نستفيد علما ونستفيد حكمة وخيرا كبيرا في هذه المجالس. كذلك أشكر للأساتذة الذين لم يتمكنوا من إلقاء محاضراتهم في هذه الجلسة المسائية، أذكر على وجه السرعة الأستاذ آسو رضا أحمد، الدكتور عبد الحميد مجيد العاني، الدكتور عبد القادر محمد حسين، الدكتور مصطفى محمد عبد الله الحياني، الدكتور حسام مشكور عواد الزوبعي، والدكتور زكريا عبد الرحمن حمد، الدكتور صهيب عباس عودة الكبيسي، والدكتور مثنى حارث الضاري. كنا نتمنى أن نسمع كلامه يعني أو محاضرته، وهو من شيوخنا ومن علمائنا. أختم بهذه الأبيات التي ذكرها الشيرازي في روضة الورد، قال: رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت: أمسك أم عبير؟ لقد سيرتني بالحب مغرم، أجاب الطين أني كنت ترابا، صحبت الورد صيرني مكرم، ألفت أكابر وازددت علما، كذا من يعاشري أو من عاشر العلماء يكرم. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بكرامته وأن يبارك في مجالسنا وفي علمائنا وفي أساتذتنا وفي هذه الهيئة العلمية المباركة التي تقوم على شأن أهل العراق. نسأل الله عز وجل أن يفرج همنا وهم المسلمين أجمعين في كل مكان. مضطرون أن نغادر هذه القاعة، لذلك سنختصر في الكلام، ونعتذر أننا لن نفسح المجال للتعقيبات والمناقشات وطرح الأسئلة إلى مناسبة أخرى. أشكر جزيل الشكر الأساتذة الذين هم أكبر مني سنا وعلما وفضلا وخلقا، أن ترأست عليهم ولست بأحسنهم ولا أفضلهم، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والصواب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.